النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. أعلنت شركة إنفراكورب توقيع اتفاقيات تأجير عدد من المتاجر والمقاهي في البحرين هاربر في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء في مجال الأطعمة والمشروبات والترفيه والأنشطة البحرية، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتيسكيب البحرين 2024، حيث وقعت الشركة مع مجموعة ماي كافيه ومجموعة إكمال الخليجية للإدارة لافتتاح فروع لسلسلة مقاهي كاف وجيلاتو ديفينو. وتسعى إنفراكورب عبر هذه الشراكات إلى إنشاء وجهة متكاملة تعزز من جاذبية البحرين هاربر كوجهة سياحية رائدة في العاصمة المنامة، حيث ستجمع بين تجارب خدمات الضيافة الفاخرة والأنشطة البحرية، مما يسهم في تنمية القطاع السياحي ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وللحديث حول أداء الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنضم معي عبر تقنية الاتصال المرئي الأستاذة سوسن عبد اللطيف، محلل مالي مشارك في بنك سيكو. أرحب بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية أستاذة، ما هي أبرز العوامل التي دفعت الأداء القوي لأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا العام؟ وهل من المتوقع استمرار تأثير هذه العوامل في عام 2025؟ مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا كان في عدة عوامل أثرت على هذا الارتفاع، أهمها حفاظ أسعار النفط على ثباتها خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الشركات المدرجة في الأسواق، وأيضا المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها الأسواق في الخليج. وبالأخص تميز سوق دبي هذا العام حيث كان أداؤه قوي جدا، وتليه أداء بورصة البحرين ومن ثم الكويت. وكان هناك دور فعال لسوق الاكتسابات الأولية في هذا الارتفاع، حيث أن شهدنا أكثر من إصدارات في مختلف أسواق الخليج، وبالأخص رأينا إصدار هذا العام في سوق البحرين وسوق الكويت. وبالنظر للمستقبل عام 2025، من المهم أن نحن نتوقع استمرار الدعم الحكومي للنهوض في أسواق الخليج، لطالما وصلت أسعار النفط على معدلها مثل ما شاهدنا لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن من المهم أن ننظر إلى عدة عوامل رئيسية ممكن تأثر على الأسواق في 2025، أهمها انخفاض أسعار الفائدة الصادرة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث النظر إلى عدد مرات الانخفاض وتوقيتاتها. بالإضافة ننظر إلى الإصلاحات الضرائبية وكذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ونأمل أن يستمر سوق الاكتسابات في نشاطه، حيث أننا شهدنا لحد الآن اكتتاب في مملكة البحرين اللي هو اكتتاب مجموعة الأبراج. طيب أستاذة، ما هي العوامل التي تجعل الطرح العام الأولي لمطاعم الأبراج جذابا للمستثمرين المحليين والدوليين؟ مجموعة مطاعم الأبراج يعد إدراج جذاب جدا بالنسبة للمستثمرين، حيث أنه يعد قصة نجاح بحرينية منذ عام 1987. تمتلك المجموعة العديد من العلامات التجارية، بالتحديد 16 علامة تجارية، تقدم مجموعة من الأصناف المنوعة ذات الجودة العالية لعملائها. الإدراج سيكون في بورصة البحرين في تاريخ 19 ديسمبر بسعر سهم مغري جدا، اللي هو يعادل 230 فلس لكل سهم، وسيقدم الاكتتاب عائد مغري للمستثمرين 8% سنويا تدفع كل ربع سنة، وهو أمر لم يشهده سوق البحرين مسبقا، وهذا جذاب جدا بالنسبة للمستثمرين ليس فقط في البحرين بل في دول الخليج. وبالإضافة لذلك، فإن المجموعة تطمح للتوسع مستقبلا باستخدام عوائد هذا الإدراج، حيث أنها ستتوسع ليس فقط في مملكة البحرين بل أيضا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. طبعا تملك المجموعة قاعدة من العملاء الذين لديهم خبرة واسعة في العلامات التجارية، لذلك نتوقع أن تشهد نجاح غير مسبوق. بالتأكيد الأستاذة سوسن عبد اللطيف، محلل مالي مشارك في بنك سيكو، شكرا جزيلا لك. ولا نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. We'll be right back.
حثت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا على التفاوض بشأن التعريفات الجمركية التي يتوقع أن تفرضها أمريكا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون في وضع أفضل إذا تحدث مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية المحتملة بدلا من فرض تدابير مضادة على الفور. كما كررت لاغارد تحذيرات سابقة بشأن الآثار السلبية لحرب تجارية كاملة، وقالت إنهم يمكنهم أن يعرضوا شراء أشياء معينة من الولايات المتحدة، وإنهم مستعدون للجلوس على الطاولة ومعرفة كيفية العمل بين الجانبين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.